استاذنكم ناخد معانا محمد من اسكندريه. الو الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. بعد اذن حضرتك، بس كنت محتاج اسال الدكتور مجدي على حاجه. اتفضل. دلوقتي حضرتك، انا مريض قولون وعملت منظار من حوالي شهر كده، وطلع عندي التهاب مزمن في القولون وفي المعده بعد التقرير وكده يعني، فباخد علاج وبقالي مثلا في ثالث اسبوع اهو باخد العلاج وبرضه مفيش نتيجه. كنت بشتكي ان انا بخش الحمام كتير ويعني حتى اكلت ما اكلتش بخش الحمام باستمرار. فحاسس ان العلاج اللي هو الدكتور كتب لي عليه مش جايب نتيجه. فشفت حاجه في النت كده ان هو عصير الرمان الفريش بيقاوم الالتهاب في المعده وفي القولون. تمام. فعايز اعرف هل المعلومه دي صحيحه ولا لا؟ السؤال الثاني، هل القهوه اللي مريض القولون مفيده ولا مضره؟ وايه الضرر بتاعها وايه الفايده بتاعتها؟ حاضر، ربنا يشفيك ويعافيك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. الله يكثر خير. وفي برضه سؤال تاني يا دكتور برضه جاي لنا، عشان يبقى بالمره، القولون التقرحي اللي عنده تقرحات في القولون. القروح القولونيه لازم يرجع للمعالج بتاعه. كل ما في الامر ان احنا بس كتغذيه بنوصي لاصحاب الالتهاب القولون التقرحي بان هو ياكل اكلهم كله مسلوق تماما. بعيد عن التوابل، بعيد عن الشطه، بعيد عن الملح، بعيد عن المواد الحريفه. كل ما هو مر على مصنع انا ماليش دعوه بيه خالص خالص. ده بالنسبه للقولون التقرحي. والقولون التقرحي لازم يكون وجباته خفيفه وشبه مضروبه بسيطه خالص. التهاب القولون الاخر اللي هو التهاب في المعده والقولون، التهاب في القناه الهضميه، واضح انه مفيش تشخيص اعلى من كده يعني. هو دي الحاله بس بتاعته المعالج اللي هو محمد الاخ اللي اتصل. تمام. الاولاني الاستاذ محمد الاولاني. ده بيعامل كمعامله قولون عادي، ولكن قد طالما الدواء مش جايب معاه نتيجه يبقى ممكن هو مستمر في استعمال الحاجات اللي تبوظ القناه الهضميه بعامه معده او قولون. احنا دايما بنقول كمريض القولون او التهاب المعده والقناه الهضميه، اربع حاجات بنبعد عنهم وحاجه ممكن نهتم بيها شويه. الحاجه الاربع حاجات اللي بنبعد عنهم، نمره واحد المقليات. اي مواد دهنيه سواء مقليه بروسيسد مصنعه او ماده دهنيه جوه الاكل زي الطحينه. زي الحلاوه الطحينيه، زي ما شابه، اي حاجه فيها مواد دهنيه. من ضمن الحاجات المكسرات، منتجات المقله، اللب والحاجات اللي زي كده، 52% من وزنها زيت. كل ده عبء على القناه الهضميه. تاني حاجه الشطه والتوابل والمواد الحريفه. تالت حاجه اي شيء مصنع ماليش دعوه بيه، لان الاضافات الكيماويه بتعمل ارتباك للجهاز الهضمي ومن ثم الاجهزه الملحقه مع القناة الهضمية. نمرة أربعة البقول، كل ما هو خشن. البقول، الحاجات المنتجة للغازات زي الكرومب، زي الخيار، زي الخضروات الورقية الخضراء، مفردات السلطة عموما، البصل والثوم طبعا لازم أخف منهم شوية. بنقول إن هو أكله في العموم هي لازم يهتم بإن الأكل يكون إلى حد كبير مسلوق. مهم جدا إن اخد المشاريب، ابعد عن الكافيين. هو قال لي الكافيين مضره. الكافيين هي وقال لك اللي هو الرمان، عصير الرمان مفيد. الرمان بعامه كويس مش بطال، انما هو مش هيفيد. هو مش هيفيد، اللي هو مش علاج. هو ده بعد غذائي يعني، بعد وقائي. شيء ظريف ان انا اخد منه جرعه صغيره هيحسن، انما لابد ان انا اخد علاجي صح اللي بيحدده المعالج. وابعد عن الحاجات اللي بتثير القناه الهضميه بوجه عام. ولازم ادي حاجات خفيفه على القناه الهضميه لحد ما تتمثل الشفاء. والجهاز القناه الهضميه تستعيد الغشاء المخاطي المبطن بتاعها سليم. تمام. والا هتتحول الى قروح قولونيه. والقروح دي يا دكتور على المدى بالعلاج بتتخف؟ بكل حاجه بالعلاج والمراعاه تخف، ولكن لازم نفهم ان العدو الاكثر في الحالتين سواء التهاب القولون التقرحي او التهاب القناه الهضميه بتاع الاخ الاستاذ محمد، الاثنين الستريس.
آفة كبيرة جدا ومؤدي للمشكلة. انا فاكرة حضرتك هتقول اي مواد غذائية. الاسترس. الاسترس. الاسترس هو السبب الاول. ثم طبعا لخبطة الاكل. تمام. وبعدين ارجو ان بواكد تاني، جت فرصة اهي تاني. ارجو ان احنا نواكب الشمس. صحيح. بتفرق كتير جدا يا دكتورة حتة ان انا اظبط مواعيدي مع الشمس او اعاكس الشمس. اما عكس الشمس طبيعة تعكسني. يا ربنا دمنا. قد ايه الدراسات وضحت هناك علاقة وثيقة وطردية ما بين الاشعة الكونية والاشعة الشمسية وما بين سلامة العمليات الحيوية بتاع الجسم. غاب الشمس انا خلاص اغيب. في ناس ما بيحللهاش انها تصحى الا بعد الظهر وتنام قبل الفجر. معظم الشعوب العربية كلها. كلام ما ينفعش. ربنا يعيننا ونقدر نعمل ده. استاذ محمد.